منذ أن بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بقتال الكفار إلى أن توفاه الله، لو حسبنا عدد القتلى من الكفار لم يتجاوز 1000 قتيل، ومنهم من يقول لم يتجاوز 1200 قتيل. راسل زمان نارك نيرو كيرا يابنا نوكا من محمد صلى الله عليه وسلم ننوكا ننوكا زانيا نتوتوان عادزة نتوتا من الكفار زيسكا تم نفاتيسا من محمد صلى الله عليه وسلم رئيسين زانوي فيرم إسان ريو يتسبيم زين مات تم بلوكيرا يريو زين نوكا من محمد صلى الله عليه وسلم نبارا دي سيميوشا عريف. هذا القتل في قنبلة واحدة، ممكن في الحرب العالمية، ممكن في ثانية واحدة. زانيا زانوي زان 1000 بيرسون زان ديا را اتوسيكا بارابور زان مي غير مونديال زاني سيت سي مي سيت ديان زان. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الكفار لمصلحة الكفار لا لمصلحته هو عليه الصلاة والسلام. أنا فهمنا محمد صلى الله عليه وسلم نبارا ريفانيا ديالو سبيريو ديالنيا زان باكوتو بتوغوا إزريو باتشواز أراد أن ينقذهم من النار. زميتي الرسول صلى الله عليه وسلم حنا في زلوم نخبي لم يبدأ بقتالهم. الرسول صلى الله عليه وسلم سيز من ممكن عاد أولا دعاهم للإسلام. زابط فلون نتون زن رفيز ما نتون الكفار لوا ديم يانسون يزلو فلون يمتنا فلون إسلام. إذا أبوا لا يقاتلهم، لا يدعوهم إلى دفع الجزية ويقيموا تحت خلافة الدولة المسلمة. يقول روت زن الرسول صلى الله عليه وسلم يانسون يزلو يمتنا فلون إسلام قسماني تزلو ديتياب زان رسول صلى الله عليه وسلم تبدي حمول نزرنا ديادم نزرو فنزابنا دون رسول زان دي أبندواف نهيتا يزروا عري أفير يزروا هينا سمتسارا عري سو بروتكسيون فوق بين الإسلام. أبو الإسلام أبو الجزية بعد هذا يحارب ريفاريو مزيزا ساد سماني كي تنات فون الإسلام سماني كورزن حما حيبيه عندي ونطر زي ديا يوم زيزا زيبو منوب بزان اسكا عادي زان نهى عن قتل النساء. والأطفال والشيوخ والعباد والمرضى والمجانين والنساء. لم يقاتل النبي إلا الرجال الذين يقاتلوا. رسول صلى الله عليه وسلم في السنة دي أسنمون على فتيروا ليلة زميلة يعطسي يفهمون بمن محمد صلى الله عليه وسلم. ومع هذا عندما مكنه الله سبحانه وتعالى من بعض الرجال كانوا يفتدي الواحد منهم بمال أو بتبادل أسرى. يعني الآن عندما النبي صلى الله عليه وسلم يقوم في الأسر بعض المشركين يكون فكاك هذا الأسير إما بالمال يدفع مال فدية أو بتبادل أسرى، أسير من المسلمين أسير من الكفار. على رفع الرسول صلى الله عليه وسلم أسباب زانية أمره الكفار والسكين لذا أسبابه دي الرسول صلى الله عليه وسلم يزر زان ميتاد موين باكي ألان يزرون زان حبابونا إزانية نا زانة ملالا فندوابنا بيتنا فندوابنا فولا ناوي ميسي في الإسلام زن تاتا قادة أم نزروان دي أتوفانا قلو زن بايا لانا ذلك سبوي حتى جازل الذي يسلم من الكفار يترك زيور مي تنات في الإسلام أمرو كفار زي وطان زك زن توم دي أفيل زن يزرو ليبرا شتان بين هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وبين ما يفعل الكفار. زاني جيت زان فبيسي في أبان بين زابد زيتون بابن محمد صلى الله عليه وسلم زابد زيتون روا تنريفنا أمزوفتم زوفا مولم.